محافظ الديوانية يطمئن الأهالي لا تنجروا خلف الأخبار التي تثير الهلع. طمأن محافظ الديوانية رئيس اللجنة العليا لخلية الأزمة زهير علي شعلان يوم الاثنين أهالي المحافظة حول الوضع الصحي لمكافحة تفشي فيروس كورونا، داعيا إياهم إلى عدم الانجرار خلف الأخبار التي تثير الهلع. وقال شعلان: نطمئن أهلنا الكرام في محافظة الديوانية الحبيبة أن ما يقارب 200 شخص من المصابين بفيروس كورونا الراقدين بردهات العزل في تحسن جيد وحالتهم الصحية مستقرة جدا. وأضاف: كما نطمئن أحبتنا بتأمين 140 قنينة أكسجين الليلة الماضية ووصولها إلى ردهات العزل في مستشفى الديوانية التعليمي، مؤكدا لا زال تأمين المزيد من قناني الأكسجين يوميا بما يضمن كفايتها لجميع المصابين. ودعا الشعلان أهلنا وأحبتنا بعدم الانجرار خلف الأخبار والمواضيع التي تثير الهلع والخوف في نفوس المواطنين. طبعا بالفترة الأخيرة لاحظنا كثير من الإشاعات بمواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد الإصابات، حول تعامل الأطباء والممرضين مع الأهالي المصابين، أيضا المصابين نفسهم ومعاناتهم. هذه الأمور كلها تقلق الناس. أكيد. صحيح، هو الواقع اللي دا يكون موجود، يعني اللي دا ينشروه او هيجي هو فعلا موجود، يعني فعلا اكو ضغط على الكوادر الطبيه، لكن في بعض فعلا اكو اسمحي لي في يعني اكيد اكو زياده كبيره باعداد المصابين، لكن احنا دائما دا يكون التركيز على الجوانب السلبيه والجوانب المخيفه. في الجانب الاخر ايضا اكو ناس دا تتعافى، واكو ناس مجرد ادويه بسيطة تتعافى، وأكو ناس إلا بلازما، لكن أكو ناس حالتهم جدا متأزمة وما يفيد وياهم لا الدواء ولا البلازما. يعني لكل شيء هنالك أكيد جانب سلبي وجانب إيجابي، لكن بسبب كثرة الجوانب السلبية والخوف اللي تارس قلوب العالم كلها، دا نركز على هاي الأشياء اللي دا تصير، يمكن محاولة من عندنا أنه نخلي الناس يستوعبون الموضوع، الموضوع ايش قد هو كبير وايش قد هو مهم وايش قد انه فعلا دا تصير مأساة وصلت لمرحلة مثل ما ذكرنا. نعم. انه اليوم اذا تروح المستشفى يقول لك احجن نفسك بالبيت لانه ماكو مكان اصلا. لكن إلا انا وياك بقضية انه هذا واقعنا واللي دا نعيشه، لكن بعض الاخبار واحنا دا نتابع لمن الناس اللي تتابع بعض الاخبار يهولون الموضوع، يكبرون الموضوع، ينطوا اكبر من حجمه. فهذا شيء انا من الناس اليوم اذا اقرا موضوع يخص الكورونا وهذه الأعداد والأخبار السلبية، أنا من نفسي إذا أنا ما مصابة يمكن إذا يصير عندي أعراض رشح أو أشياء بسيطة من أعراض الإنفلونزا أقول خلص أنا صار عندي عارض كورونا. صحيح. العالم سيف قامت تتخاف خصوصا الناس الكبار. لا، قضية المرض. لا. الجانب النفسي له علاقة كبيرة جدا بالشفاء. طبعا هذا تمام؟ جزء كبير. احنا لازم نشتغل على هذا الموضوع. نعم. قضية يعني نشتغل على الجانب النفسي للمرضى. نعم. يعني قضية انه انت راح تموت وهذا الفيروس يقضي عليك بهالقد. نعم. وكل هذه الاشياء ولازم مسألة نسبية تختلف. نعم. من شخص الى بفضل. اخر هي اصلا. نعم. مسألة نسبية، فانا ما اقدر اني اهول. نعم. الموضوع على الناس، بالعكس انا المفروض العفو انه اني ابدي استوعب. نعم. وابدي احتوي الناس. نعم. اوكي، واطمنهم. نعم. انه هذا اصلا الفيروس حال الانفلونزا العاديه. نعم. لكن باعراض شويه اقوى بمراحل. بالضبط. نعم. بالتالي عليك انه انت تقعد وتاخذ العلاجات، البروتوكول. نعم. هو العلاج اللي موجود، وتبدي تشتغل على خفض حرارتك، تبدي. نعم. تشتغل على النحول اللي موجود. نعم. عندك. نعم. على التنفس، هذا في اقصى درجات. نعم. الاعراض يعني. نعم. من توصل لمرحله لازم تدخل الى الانعاش. يبدي يشتغل على الرئتين، لكن بالبدايه انت تقدر تتلاحق على نفسك، حتى لو كنت في بدايه
اصابتك بهذا المرض. احنا علينا انه هيك نتكلم مع الناس بهذه الطريقه، من ما اجي تمتت فلان مات ليش هيك ما اعرف. كل مريض بالعالم من حق كل مريض انه يعرف معلومات وخلفيه عن مرضه وشلون راح يتعالج وطريقه العلاج مالته ومده العلاج، لكن احنا هنا نخاف على الناس الكبار، الكبار بالعمر، الكبار اللي عندهم امراض مزمنه. يعني احنا اليوم ماكو بيت اليوم ما عنده رجل كبير، ما عنده امراه كبيره.